ينضم الينا عبر سكايب من الكويت الخبير واستشاري النفط الدكتور عبد السميع البهبهاني. اهلا بك دكتور عبد السميع. هل من الممكن بالفعل ان تتجاوز ايران العقوبات الامريكيه؟ يعني هو انا قبل لا اعلق على ايران اعلق على العامل الجيوسياسي حاليا اللي هو مضخم، وفي نظري انه مصطنع كثيرا، فهناك عوامل سابقه حقيقه كانت تؤثر على اسعار النفط ولم تؤثر حاليا، كالدولار وقرارات اوبك المباشره، كذلك العدد الحفارات، كذلك الحروب التجاريه، نجد ان فعاليتها الان قلت، مما يدل على ان هناك عامل يتردد الكثير في طرحه في هذا الموضوع. حقيقه ايران الذي يراجع من 2015 عندما بدات هناك مراوغات العقوبات الاقتصاديه والضغط عليها في عدم تصدير نفطها، الملاحظ من حركه الناقلات الايرانيه وكذلك حركه الانتاج، نجد ان ايران حقيقه في 2019 قد صدرت مليونين و200 الف برميل الى مليونين و400 الف برميل. وإذا أخذنا تقارير إيران حول تصريحات الميزانية في إيران أنها بدأت تستعمل فقط 20% من الإنتاج النفطي للاستعمال والاستهلاك الداخلي، وهذا يعني أن إذا إيران في 2019 قد صدرت أو قد أنتجت 3 ملايين برميل من سقفها الذي وضع لها من أوبك اللي هو حوالي 3 ملايين و800 ألف برميل، مما يدل على أن الضغوطات والعمليات في جانب، التصعيد الإعلامي في جانب، والحقيقة في جانب آخر. إيران لها طرق كثيرة حقيقة، يعني بالمقاطعات السابقة التجارية من أيام الرؤساء السابقين أثبتت فشلها، فلا أعلم حقيقة مدى الإصرار على هذه الأمور. الخطر حقيقة اللي يقلقني في عملية تضخيم، عملية المقاطعة وهذه، أنها تفترض فرضيات على أن هناك نقص في السوق وهناك نقص في الأشياء، بينما هي الأمور تمشي عكس ذلك، مما سبب فائض نفطي ضخم على مستوى الOECD ودول التعاون الاقتصادي والمستوى العالمي حقيقة، حتى على مستوى الولايات المتحدة حقيقة 35 مليون برميل حقيقة من النصف الأول فائض تخزين يفوق معدل 5 سنوات، و400 مليون برميل فائض عالمي يفوق معدل 5 سنوات. هذا عامل لا أرى فيه سوى أن هناك جانب إعلامي مضخم وجانب حقيقي يغاير هذا الجانب الإعلامي. طيب بالنسبة للطرق الأخرى غير الواضحة غير المباشرة التي تنتهجها إيران لتصدير نفطها، إلى أي مدى هي ناجعة؟ يعني فيما يتعلق مثلا إيران حقيقة لا تخفي سرا، وحقيقة صرحوا كثيرا، فهناك تقريبا العملة المحلية للدول المستهلكة اللي هي أكثرها الصين والهند ودول أوروبا، في 2019 قد استوردت ما يقارب بين 400 إلى 600 ألف برميل باليوم حقيقة من النفط الإيراني. كذلك أعطت هناك ناقلات إيرانية بتأمين إيراني، أعطت الاستعمال العملة المحلية لدول المشتركة، أعطت امتيازات البيع الآجل بحيث أن تستطيع أن تبيع آجلا أو تدفع آجلا بعملتها المحلية في هذه المنطقة. هناك طرق كثيرة صرحت عنها إيران، كذلك الاعتماد على المشتقات أكثر من الخام في هذا الموضوع، مما ساعدها حقيقة. طبعا هناك مخارج ومداخل للناقلات الإيرانية الآن تتجاوز مضيق هرمز، هناك جاسك، هناك أنبوب عراقي يذهب إلى تركيا، هذه كل الأشياء هذه حقيقة لا تخفيها إيران سرا. طيب، فهي طيب استعملتها وكانت ناجعة بالحقيقة يعني. طيب ما هو التأثير برأيك، تأثر السوق العالمي بالعقوبات على إيران؟ أنا في الحقيقة أشوف أرى بأن الخطأ الذي ترتكبه أوبك، الذي هو حقيقة بالمتحكم الأساسي، ولا زلت أعتقد أن أوبك قوة لا يستهان فيها في عملية التحكم في توازن السوق من عدم توازنها، لا زالت أوبك تعتمد على مصادر وكالات، مصادر خارجية في تقدير ما ينتجه الآخرين والنقص العالمي بالإمداد والتوازن العالمي، بينما لها حقيقة معهد أبحاث بميزانية ضخمة داخل أوبك لتقدير ذلك. فأرى أن أوبك حقيقة فرضت كثير من الفرضيات لا وجود لها، كمقاطعة انقطاع النفط الفنزويلي، كان
قطاع النفط الإيراني، كان قطاع النفط النفوط الثاني في كازاخستان، كذا في أذربيجان، في تردد في نيجيريا، في ليبيا. وهذه كلها فرضيات حقيقة صرح عنها الوزير السعودي بأنها حقيقة لم تكن واقعية، وكانت هناك إنتاجات تأتي وتعوض هذا الخفض الذي لم يكتمل حقيقة التجاوب معه بالصورة 100%. وهذا عكس أيضا ما يصرح به أوبك، فهناك حقيقة المدلولات تدل على أن التجاوب أو مع خفض 1,200,000 برميل إنما كان حقيقة فقط 88% أو أقل من 80% في ذلك. فهذا الفائض الذي هو غير محسوب حقيقة في العرض سبب فيضان، أو أقدر أقول فائض نفطي لا يتأثر بالعوامل الجيوسياسية، ولا يتأثر حقيقة في عملة الدولار، ولا يتأثر في العوامل اللي اعتادت عليها أسعار النفط أن تنسجم معها. فلذلك تجد أن كل هذه متغيرات ويبقى السعر يتراوح بين 62 و65 دولار في لسعر البرميل حقيقة. شكرا لك دكتور عبد السميع البهبهاني الخبير واستشاري النفط، كنت معنا عبر سكايب من الكويت، شكرا جزيلا.